السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا شباب معانا حل مشكلة input signal out of range. المشكلة اللي هتظهر معاكم دلوقتي على الشاشة. في الأول سبب المشكلة إنك بتغير جودة الشاشة، بتخليها الجودة أعلى من resolution الشاشة اللي عندك. resolution الشاشة اللي عندك تستحمل، يعني لو أنت مثلا الشاشة 1280 في 1024، أنت بتيجي تخلي resolution 1920 في 1080، فبتيجي المشكلة دي input signal out of range. فهو ده سبب المشكلة، انك بتغير جودة الشاشة وبتعدل في إعدادات الشاشة. تمام، انا هجيب المشكلة قدامكم واحلها قدامكم. تمام، سبب المشكلة انك بتعلي جودة الشاشة لجودة اعلى من الشاشة اللي عندك تستحملها. يعني انا عندي الشاشة 1920 في 1080، ما تستحملش 1920 في 1080، فانا بديها 1920 في 1080 بس كده. الجودة دي ثبتت على الشاشة والمشكلة ثبتت على الشاشة. تمام، هنحلها ازاي؟ أول حاجة نفتح الكمبيوتر. تمام، هيجي هنا في الكورد ادوس على F8، أفضل ادوس على F8 كده، ده الحل يا شباب. تمام، اه كده، تمام كده، هي هتودينا على القايمة اللي بتودينا لحل المشكلة. تمام، أهم حاجة إنك توصل للقايمة دي، أهم حاجة كده. احنا وصلنا لحتة صح. تمام، ادوس على دي، سي ادفانسد ريبير اوبشنز. تمام، ندوس عليها، ترابل شوت ادفانسد اوبشنز ستارت اب سيتنج. شايفين دي القايمة دي؟ احنا في قائمة الستارت اب سيتنج. نيجي هنا عند الستارت، ندوس على الستارت، نستنى لما الكمبيوتر يفتح. بعد كده فتحنا القايمة دي، قائمة الستارت اب سيتنج دي، شايفين دي رقم 3، شايفين دي رقم 3، enable low resolution video. نيجي هنا ندوس هنا في الكيبورد على رقم 3 كده، بدأ الجهاز يفتح. بس كده تقريبا تمام، اتحلت تقريبا. وبس كده تمام، المشكلة بتكون اتحلت. في قائمة تشغيل وكذا فيديو كده يظهر معاكم على الشاشة، حلول تانية لو الفيديو ده منفعش معاكم، وممكن تنزل تحت برضه في الوصف هتلاقوا فيديوهات حلول للمشكلة دي. بس كده يا شباب، دي كانت نهاية الفيديو. لو عجبكم متنساش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا سلام.